مغاربة وأجانب اجتمعوا اليوم الأربعاء من أجل البحث عن سبل التخفيف من حدة التغيرات المناخية ورفع تحديات الأمن الغذائي، وذلك على هامش الدورة 11 من الملتقى الدولي للفلاحة بمكناس. فيما يخص التقلبات المناخية والملائمة مع المناخ، فكاين اجتماعات اللي هي جهد مهمة، كاين تجربة فرنسية اللي هي في الميدان الفلاحي اللي اقترحتها في لاكوب 21 واللي سجلتها، وباقي الآن فرنسا تأخذها إلى يعني المسارات الأخرى المستقبل المحطات المقبلة، واللي المغرب يساندها، لأنه يعني نظن أنه الفلاحة يعني هي جزء من الحل ديال هاد التقلبات المناخيه، رغم انها هي اللي كتاخذ المشاكل ديال هاد التقلبات المناخيه، ولكن هي يمكن لها تكون جزء من الحل. الندوة سلطت الضوء على المنطقة المتوسطية والإفريقية التي تواجه تحديات كبيرة تتمثل في تأثير التغيرات المناخية المتمثل في قلة التساقطات وارتفاع درجات الحرارة وتأثيرها على الفلاحة والتنمية القروية. Alors lors du débat de ce matin, nous avons traité pour trois régions du monde, l'Afrique de l'Ouest, la Méditerranée Sud et l'Europe du Sud, des exemples concrets d'apports d'innovation pour soit stocker plus de carbone dans les sols, soit adapter les systèmes agricoles au changement climatique, et tout cela avec l'objectif de la triple performance, c'est-à-dire la performance économique, la performance environnementale et la performance sociale en contexte de changement climatique. Ben, notre présence est pour pouvoir partager notre expérience en matière de mise en œuvre de l'agroforesterie et de l'agroécologie. Donc nous voulons partager ce que nous faisons au Burkina Faso et également travailler et dire que c'est la seule voie pour pouvoir avoir vraiment le triple gain économie, social, environnement. البحث عن سبل التخفيف من حدة التغيرات المناخية ورفع تحديات الأمن الغذائي كان محورا مهما من جملة المحاور التي برمجت على هامش الدورة 11 من الملتقى الدولي للفلاحة الذي يمتد طيلة الأسبوع الجاري فقط لخدمة الفلاح والفلاحة الوطنية والقارية.